والنهارده الحقيقه نجح فريق طبي بقسم المسالك البوليه بمستشفى التامين الصحي بقنا في اجراء عمليه جراحيه وازاله حصوه قرن الوعل من كلى مريض، واللي بتعد ضمن اكبر الحصوات في العالم. وقال الفريق الطبي اللي اجرى العمليه ان الحصوه كانت متشعبه في المريض، لانها بتبدا من حوض الكلى وبتمتد بزوائد في كل جيوب الكلى، وانها بتقترب كتير جدا من حجم ثالث اكبر حصوه مسجله طبيا تم استخراجها جراحيا. قبل ما اكمل مع حضراتكم، الصوره اللي احنا بنشوفها دلوقتي هي يعني صوره الحصوه اللي تم استئصالها، واعتقد ان احنا كمان ممكن نعرف لحضراتكم المزيد من التفاصيل من الطبيب اللي اجرى العمليه، رئيس قسم جراحه المسالك البوليه، وزي ما قلت لحضراتكم اللي اجرى العمليه الدكتور جوزيف ويليام. دكتور، برحب بحضرتك يا فندم في الجمعه في مصر، اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. طبعا مبروك نجاح العمليه، بس عايزين نفهم من حضرتك مدى صعوبتها، وخاصه ان احنا عرفنا ان الحصوه دي من اكبر الحصوات في العالم. بكفيك حضرتك. الحقيقه هي الحصوه دي تعتبر اسمها زي ما قلتي كده اسمها قرن الوعل او ستاج هورن ستون بالنسبه لنا. دي بتبقى حصوه كبيره قوي طالعه من حوض الكلى ومتشعبه في جيوب الكلى كلها. الكلى نفسها لما بتكون شغاله كويس، مش ما حصلهاش مشكله مع طول فتره وجود الحصوه، بيخلي العمليه اصعب، لان بيبقى فيه صعوبه شديده جدا ان احنا نحافظ على نسيج الكلى نفسه وما ناذيش الكلى نفسها اثناء عمليه استخراج الحصوه. وده اهم من ان احنا نستخرج الحصوه، ان احنا نكون نحافظ على الاداء والوظيفه بتاعت الكلى. وجود حصوه بالحجم ده في الكلى بيخلي فيه احتمالات شديده جدا حدوث نزيف او حدوث مشاكل ما بعد العمليه العيان. الحمد لله بوجود الفريق الطبي كله ربنا وفقنا ونجحنا ان احنا نستخرج الحصوه دي. حقيقه وكانت احنا وقت ما احنا شفناها في الاشعاعات واحنا عارفين ان احنا بنتعامل مع حاجه يعني مش بنشوفها كل يوم، حجمها كبير جدا زي ما حضرتك قلت كده، بيقارب حجم حاجات الدوكيومنتد بره اكبر ثالث حصوه في العالم. فالحمد لله ربنا وفقنا وقدرنا نستخرج المريض والمريض بصحه وسلام دلوقتي الحمد لله. الحمد لله، وانا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، ومره ثانيه بنهني حضرتك والفريق الطبي كله على نجاح العمليه. الدكتور جوزيف ويليام وهو رئيس قسم جراحه المسالك البوليه بمستشفى التامين الصحي، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.